يا جماعه انا مبسوط الليله جدا جدا يا قسم اكثر يا قسم يا جماعه المكان عجبني ما شاء الله تبارك الله تقييم للمكان الان تجربه حلوه وفريده من نوعها طبعا يا جماعه يوتيوبر تقدروا تهددوه بالغاء الاشتراك ان شاء الله لايك وفولو واشتراك ايش اسمك حنين حنين عبد العزيز شرفنا فيكم والله يعطيكم العافيه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي وصديقاتي في كل مكان ومعاكم أخوكم مصعب القاضي كيف حالكم أتمنى أنكم تكونوا بخير طبعا ده الفيديو الثاني ليا في السنة الجديدة ورابع فيديو هنا في منطقة آسيا الصغرى أو سيتي ووك سابقا طبعا أول حلقة كانت اللي هي افتتاح وبعدها جينا صورنا أنا وديالة هنا اللي هو سألنا الناس بمناسبة كأس العالم للأندية وكم راح يكون عمرك بعد 10 سنوات والحلقة الثالثة كانت سألنا الناس بمناسبة السنة الجديدة إيش هي أهدافكم الله يجعلها سنة خير عليكم ودي طبعا الآن حتكون إن شاء الله الحلقة الرابعة أول حاجة جيت أشوف المكان بالصباح ما شاء الله تبارك الله يا جماعة المناظر جميلة جدا جدا زي ما قلت لكم يا جماعة عدسة الكاميرا ما بتنقول لكم كل حاجة لازم تيجوا أنتم بنفسكم وتشوفوا المكان الجميل طبعا أنا ركزت على حديقة ساكورا اللي هي الحديقة اليابانية طبعا في الفيديو السابق قلت لكم حديقة ساكورا اللي هي شخصية اليابانية المعروفة في الأنمي الياباني المشهور اللي هو ناروتو طبعا انا عارف الساكورا اللي هي الاشجار اليابانيه شجره الساكورا معروفه جدا جدا من الاشجار المعروفه بس انا قاصد انه اقول ساكورا اللي هي شخصيه ناروتو لاني معجب جدا بمسلسل ناروتو وتابعتها لين ما ناروتو ولد وجاب ولده الصغير بورتو بعد كده وقفت قلت خلاص شكله حندخل في ون بيس ما حتخلص الحاجه الثانيه يا جماعه طبعا ما شاء الله تبارك الله الليله الخميس شايفين زحمه الناس كيف ما شاء الله تبارك الله طبعا صورت الحديقه اليابانيه بالكاميرا العاديه وبالكاميرا 360 وجايين المكان الجديد اللي افتتحوه اللي هو منطقه الفيلا طبعا انا ما اعرف صراحه كيف نظام الدخول بس اللي سمعته انه اول حاجه بتدفعوا تذكره الدخول وبتجوا تحجزوا من نفس المكان خلينا انا الان اتاكد كم المبالغ الماليه وبعدها ندخل ونصور المكان جوا يا اهلا وسهلا رجعت لكم مره ثانيه طبعا يا جماعه ما شاء الله تبارك الله دخلت منطقه الفيلا حقيقي المكان خرافي ابداع الفكر في الفكره دي الله يعطيه الف عافيه اكثر حاجه عجبتني طبعا اول ما تدخل المجسم حق الفيلا اللي حاطينه في نفس الوقت مجسم على شكل نافوره حقيقي صراحه الفكره فانتاستيك اخذت جوله سريعه داخل المكان ومنها مشيت عندهم متحف داخل المتحف يا جماعه الهيكل العظمي بالنسبه للفيل ما كنت قايل الفيل صراحه يا جماعه بالضخامه دي رغم ان انا مشيت تايلاند وركبت الفيل بعدين هتكلم لكم على موضوع تايلاند طبعا يا جماعه الدخول بينقسم الى قسمين الدخول الاول اللي هو الدخول العام ب 45 ريال وبعدين لو حابب تطعم الفيله ب 65 ريال وفي الدخول الثاني ب 95 ريال شامل الدخول مع تجربه الاستحمام وبيدوك طبعا الاكياس دي طبعا اخترت اللون الاخضر مع السعودي وخليك اخضر وشيء ثاني صراحه يا جماعه عجبني ما شاء الله تبارك الله اللبس حق المنظمين داخل المنطقه طبعا يا جماعه الطقم دي موجوده في تايلاند وانا مشيت تايلاند هناك كنت طبعا بتركب الفيله تقريبا خلونا اقارنكم على سريع طبعا في فعاليه اللي هي ركوب الفيله في تايلاند ضمن مجموعه فعاليات ب 120 ريال بتسوي فعاليات كثيره جدا جدا من ضمنها اللي هي ركوب الفيله طبعا جمعيه حقوق البيئه وحقوق الحيوان رافضين الحاجه دي تماما انا كانوا تواصلوا معي في الانستغرام انه ما نركب الفيله في تايلاند لانه بيقولوا التايلانديين بيعذبوهم وغير عن كده بيستخدموا الكهرباء بتكون الكهرباء ورا اذانهم لكن صراحه يا جماعه انا ما شايف الحاجه دي ولا شايف تعذيب ولا حاجه يمكن لو بتحصل ورا الكواليس الحاجه دي الله اعلم دخلت النت وقريت عنها قصص بس صراحه يعني الاوروبيين او الغربيين عموما بيحبوا يكبروا المواضيع ممكن في البدايه ترويض حق الفيل صعب لكن هم من الاساس من يوم ما بدوا هم بيستخدموا الفيل حتى كانت الناس بتسافر بالفيل لمسافات طويله جدا جدا فاصلا سبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى قال في القران الكريم الدواب كثيره جدا منها ركوبكم ومنها تاكلون في جزء منها انت بتركبه وفي جزء منها انت بتاكل لكن صراحه يا جماعه المكان عجبني ما شاء الله تبارك الله تقييم للمكان الان 10 من 10 كل الناس مبسوطين خصوصا يا جماعه الاطفال لو نجي نتكلم بصراحه دخول غالي انا صراحه ما بجامل الدخول غالي يا جماعه لو تيجي انت مثلا تحسبها انت عيله حتضطر انك تدفع مبالغ كبيره جدا جدا عشان اطفالك يستمتعوا وياكلوا الفيله ويصوروا مع الفيله نتكلم كعيله لكن كشخص او كشخصين يعتبر يعني مناسب لكن برضه لو نجي كتكلفه تشغيليه وعمليه النقل بالنسبه للفيله والحاجات دي كلها طبعا
كوست عالي جدا بالنسبة للشركة المنظمة للحدث، وتعتبر أول تجربة في المملكة العربية السعودية تجربة الفيلة. حقيقة يا جماعة أنا متحمس ومنتظر دوري الآن. خلاص أقدر أمشي؟ ورجعت لكم مرة ثانية من داخل منطقة الفيلة. أنا أخذت اللي هو الدخول مع الاستحمام، اتعرفت فيه على مدربين الفيلة، قالوا لي الفيلة دي أصلا هندية وجابوها من إيطاليا، أخوي عبد العزيز ونور الدين من المغرب. حقيقة شرفت بيكم، شكرا لكم كثير وما قصروا، مسكوا لي الكاميرا، قالوا لي يعني خليك أنت بعيد شوية من الفيل، وأهم حاجة ما تمشي عند الرجولة اللي ورا عشان لا ترفس. الأطفال الصغار كبروا فبدأت ترفس برجولة، فقال لي دائما خليك ورا، حاول ما تتعدى اللي هي منطقة البطن. صراحة يا جماعة تجربة الاستحمام أو تجربة إنك أنت تغسل الفيل صراحة جميلة جدا جدا، تجربة حلوة وفريدة من نوعها. أنصحكم يا جماعة تجوا تجربوها زي ما قلت لكم ب95 ريال، وبتجرب نوعين اللي هو بالفرشة الطويلة أو الفرشة القصيرة. حقيقة يا جماعة شوف أنا مشيت تايلاند وركبت الفيل، بس صراحة أول مرة ألمس فيل. وفي نفس المنطقة كمان في متحف، داخل المتحف حاطين اللي هي الهيكل العظمي بالنسبة للفيل. حقيقة يا جماعة ما شاء الله تبارك الله يخليك تفكر في عظمة الخالق. وفي كمان اللي هي الأجزاء حقة الفيل من ضمنها الخرطوم، طبعا يا جماعة من السودان وتحديدا من العاصمة الخرطوم. دار أسألكم سؤال، ليه سموا عاصمة السودان الخرطوم بالخرطوم؟ العارف الجواب يقول لي الجواب في التعليقات، أنا بعدين إن شاء الله بقول لكم ليه سموها الخرطوم. حقيقة يا جماعة أنا مبسوط جدا جدا، المكان جميل جدا جدا، يستاهل الزيارة، كانت صراحة تجربة حلوة. انصحكم يا جماعة تجي تجربوها. وكمان اليوم قبل أحلى أخوين ليان وخالد وصوروا معي. حقيقة يا جماعة كنت فرحان جدا جدا، وإن شاء الله يا ليان وخالد حامل الفيديو ده بأفضل طريقة ممكنة عشان خاطر عيونكم. حقيقة يعني شكرا لكم وتسلموا كونكم انتوا جيتوا صورتوا معي. طبعا يا جماعة أنا أول مرة واحد يجي يصور معي ويطلب مني يصور معي، الإحساس كان مختلف يعني صراحة بجد، يعني فرحت بالحاجة دي شديد، وحسيت بجد يعني بثمرة التعب اللي أنا قاعد أسويه، فدي حاجة صراحة بالنسبة لي جميلة جدا جدا، رغم إن أنا كنت مستاء فترة ما تتخيل قد شنو أنا كنت مستاء، والحاجة دي يا جماعة يعني بجد فرحتني شديد. شكرا 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 لكم جدا يا جماعة، بجد شكرا لكم يا ليان وخالد، أشكركم من أعماق قلبي، شكرا لكم. حقيقة يا جماعة أنا مبسوط الليلة جدا جدا، والفضل طبعا لله سبحانه وتعالى وفضلكم أنتوا، والحاجة الثانية فضل المنظمين. خلينا يا جماعة أتكلم لكم عن المنظمين والناس اللي هم بيساعدونا في نجاح كل فعالية. طبعا أنا زمان كنت منظم، عشان كده بحب أشكر المنظمين حقيقة، شكرا لهم سواء بنات أو شباب. الابتسامة ما فارقت وجوههم، تخيلوا يا جماعة نازل بيوقفوا 12 ساعة من دون كلل ولا ملل، بريك حقهم 10 دقائق وقت الصلوات، وعندهم وجبة واحدة في اليوم، وما كلهم يا جماعة ماخدين يومية مقابل الشغل، في كثيرين منهم جايين متطوعين من الجامعات مقابل انه يكمل 100 ساعة. فحقيقة يا جماعة الناس دول هم سبب نجاح كل فعالية. الله يديكم الف عافية على التنظيم الجميل والتعب اللي انتم بتتعبوه عشانه، فشكرا لكم حقيقي على الطاقة الإيجابية اللي انتم بعثينها داخل المكان، رغم انه صراحة بيكونوا مضغوطين، كل المشرفين بيكونوا فوق راسهم وما بخلوهم يتحركوا كثير، وصراحة بيكونوا محرومين من حاجات جدا كثيرة، لكن في الأخير بعملونا بكل أدب واحترام. الآن حنغادر منطقة الفيلة، حنمشي ليه منطقة سنغافورة. صراحة أنا جعان الليلة، لا تغديت ولا تعشيت، خلونا نتغدى مع بعض. كان زمان نونا أخذ مطعم هنا حق دجاج، أخذ منهم وجبة دجاج حقيقة عجبتني جدا جدا، خلونا نأخذ منها وأشوف إذا بتناسب إنه أنزلها أو لا. إذا لقيتها حلوة صراحة حصورها لكم، إذا ما عجبتني ما حنزلها. تمام، يلا خليكم معي. إيش اسم قناتك؟ خلاص أنا حسوي لك اشتراك. تمام. أنت كمان عندك قناة؟ إيش اسمه؟ كان. طيب ليش قفلتها؟ أخوي أخوك أخذ الجو منك ها؟ إيش اسمك؟ وأنت إيش اسمك؟ سالم. ما شاء الله تبارك الله، وأنت إيش اسمك؟ سالم. إيش ناوي تكونوا في المستقبل؟ إيش ناوي تكون في المستقبل؟ دكتور؟ طيار؟ ما شاء الله، خلاص أنا أصير لك الطيار، أنا مهندس. أنت كورة ما شاء الله تبارك، تكون أحسن من كريستيانو. الله يعطيك العافية يا سالم، إيش ناوي تصير في المستقبل؟ والله شو اسمه مهندس ان شاء الله. مهندس زي يعني انا مهندس طيران ولا مهندس حاجه ثانيه؟ ايوه مهندس مدني. مهندس مدني ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، باذن الله تعالى وتبني لنا مدينه زي سيتي وقدي واجمل باذن الله. الله يعطيك العافيه. لا لا انا دائما هنا. هنا دائما اول مره اجي. ايش رايك في المكان؟ طيب والله مكان كويس ما شاء الله. الله، ايش اكثر منطقه ناسبتك؟ الصراحه اليابان. الياباني صح، الحديقه اليابانيه كمان. هل دخلت منطقه الفيله ولا باقي؟ لا باقي. لازم تجربه صراحه، انا جربت تجربه الاستحمام مع الفيله صراحه خطيره. الله يعطيك العافيه، يلا جوك على خير. الله يعطيك، شرف لي. السلام عليك سعود، شرفت فيك يا سعود. الله يعطيك. كم مره تجي منطقه اسيا الصغرى هنا؟ والله هذه ثاني مره.
المرة الأولى لعبنا السلة بس على السريع أخذنا فرة ما شاء الله. كسبت شيء ولا ما كسبت شيء؟ إلا ما شاء الله. كل الناس بتيجي عشان الفلفل صراحة. وروحت منطقة الفيلة ولا باقي؟ لا والله انا صراحه دوبي جاي منه انصحك تروح. والله انصحك تروح صراحه. بس الحين في عرض في السين نحضر ان شاء الله باذن الله تعالى. حبيبي اشرف لي ان انا عرفتك صراحه. الله يسعدك. العافيه. سلام حبيبي. حقيقة يا جماعة زي ما بقولوا الجوع قاتل صراحة. طبعا انا بدون اجرب الاعواد دي هجرب ان شاء الله اكل فعلا المرة الثانية بس اتمنى انه ما تحرق. طبعا يا جماعة اسم المطعم مات سوري. الله يديه العافية اخوي ياسر وراني معنى مات سوري بالياباني شنو معناها مهرجان. يعني المطعم ده اسمه مطعم المهرجان. حقيقة يا جماعة اجواه مهرجان ما شاء الله تبارك الله. اجواه جميلة جدا جدا زي ما انتم شايفين. خصوصا الطباخ المصري حقهم متحمس جدا جدا بيولع النيران وفي نفس الوقت بيقولوا كلمات يابانية هم بيفهموها. هي الاكله الشهيره حقتهم او تقولوا الاكله السيجنتشر حقت المحل اسمها الياكي سوب. عباره عن نودلز مطبوخ بالدجاج. ياسر قال لي اذا جربتها صراحه حتسيب كل النودلز وحكون زبون دايم عندهم كده. خلونا نجربها ونقول بسم الله. واو حقيقه يا ياسر كلامك كان صح. حقيقه 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 يا جماعه ادي الاكله دي تحديدا 10 من 10 تستاهل التجربه تستاهل التجربه تستاهل التجربه. ان شاء الله لو جيتوا ليتل اسيا اشياء صغرى يا جماعه شايفين هنا منطقه سنغافوره اللي هي منطقه الدي جي قدام الشاشه في مطعم هنا يا جماعه مقابل النافوره اسمه ماتسوري. لازم تيجي تجربوا الوجبه دي اسمها الياكي سوبا. جربوها يا جماعه سعرها 35 ريال صدقوني ما حتندموا ابدا. تحدي معاكم او شرطي معاكم اذا ما عجبتك الاكله الغوا الاشتراك. طبعا يا جماعه يوتيوبر تقدروا تهددوه بالغاء الاشتراك اذا ما عجبتكم الاكله ده الغوا الاشتراك. ما اقدر اقدم لكم حاجه ثانيه غير كده. فده صراحه الشرط الوحيد معاكم. اذا جيتوا هنا اسيا الصغرى تعالوا جربوا الطبق ده او الوجبه دي وصدقوني حتنال اعجاب حقيقه يا جماعه لذيذه. شكرا يا ياسر شكرا شكرا حقيقي. اللز نودلز انا جربتها سهله التجربه والزياره. والحاجه الثانيه شكرا لكل الناس اللي انا قابلتهم وصوروا معايا حقيقه يا جماعه. انتم الليله صنعتوا يوم قلب كبير لكم تسووه كده. ايوه قلب كبير لكم صراحه ما قصرتوا صراحه ما سعدتوني جدا جدا. وبكده يا جماعه نكون خلصنا حلقتنا لليوم. اتمنى ان الحلقه تكون نالت اعجابكم واشوفكم في فيديوهات قادمه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.